شكرا من جديد للكابتن أسامة حسني وضيفيه الكريمين كابتن محمد حشيش ودكتور أحمد ثابت. مرة تانية مشاهدينا الأعزاء، وبسم الله الرحمن الرحيم، وأحداث ركلات الترجيح بعد نهاية مباراة الأهلي والاتحاد في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف. ميدو نبيل وأول تنفيذ لركلات الترجيح في مباراة اليوم. ورقة وقلم بقى ونشوف مع حضراتكم ركلات الترجيح في هذا اللقاء. الأهلي كان حقق فوز، الاهلي اتعادل مرتين، يعني حقق فوز في ركلات ترجيح وخسر مباراه، اما نادي الاتحاد السكندري كان كسب 4 مباريات بركلات ترجيح وخسر 2. هنشوف بقى مع حضراتكم ميدو نبيل واول ركله جزاء للنادي الاهلي في مواجهه مع الحارس محمد صلاح حارس مرمى نادي بترو حارس مرمى نادي الاتحاد في مباراه اليوم. لجنه المسابقات المسؤوله عن دوري الناشئين وركلات الترجيح اللي بنشوفها في حال انتهاء المباراه بالتعادل، تمرين عملي للاعيبه بقى الناشئين علشان رهبه ركلات الترجيح تروح منهم في حال التعادل، يلعبوا بقى ركلات ترجيح وما يكونوش يعني خايفين منها وما يهبوهاش، وبالعكس يعني شيء جيد وشيء جميل علشان يتعودوا عليها وركلات ترجيح ما تسببش مشاكل لكره القدم المصريه. مره تانية ادي ميدو نبيل، يعني اللعيبه ضعيفه قوي، محمد صلاح حارس مرمى نادي الاتحاد يتصدى في اللقطه الماضيه. اذا ركله الجزاء الاولى او ركله الترجيح بقى الاولى ضائعه من لاعبي النادي الاهلي عن طريق اللاعب ميدو نبيل. ميدو نبيل بيضيع اول ركله ترجيح، مش مشكله يا ميدو، كلنا عارفين ان ركلات ترجيح هي ركلات تعتمد على الحظ في المقام الاول الحقيقه، والاعصاب والامور دي كلها، واللعيبه متوترين طبعا نظرا لاصابه زميلهم مصطفى ابو الخير. ادي ميدو نبيل لعبها، وحارس المرمى اللي هو محمد صلاح تصدى في اللقطه الماضيه. ركله ترجيح لنادي الاتحاد السكندري، عبد العليم اسماعيل اللاعب البديل، واول ركله ترجيح لنادي الاتحاد، وعبد العليم ولكن يتصدى. يا ولد يا ولد يا طارق يا حسن، طارق حسن يبقي الامور تعادل 0-0 في ركلات الترجيح. طارق حسن تالق بقى الحارسي المرمى طارق حسن ومحمد صلاح حارسي مرمى الاهلي والاتحاد في مباراه اليوم. ادي على طول عبد العليم اسماعيل بيضيع ركله الترجيح الاولى لنادي الاتحاد السكندري. ركله الترجيح الثانيه للنادي الاهلي. ركله الترجيح الثانيه للنادي الاهلي في مباراه اليوم، ومحمود حمدي. محمود حمدي في مواجهه مع الحارس محمد صلاح حارس مرمى نادي الاتحاد. محمود حمدي ومحمد، محمود ومحمد، محمود ومحمد، محمود ومحمد، وحطها بمنتهى الجمال ومنتهى الهدوء على يمين حارس المرمى محمد صلاح اللي راح معاها، وتهتز الشباك معلنه عن تقدم الاهلي بالهدف الاول في المباراه. محمود حمدي يسجل 1-0 للاهلي في احداث هذا اللقاء. وادي على طول اللاعب محمود محمد رايح وعلشان ينفذ بقى ركله الترجيح الثانيه لنادي الاتحاد في مباراه اليوم. محمود محمد لاعب نادي الاتحاد، هنشوف هيعمل ايه. اثاره في مباراه اليوم، وادي امامنا بقى حارس المرمى طارق حسن اللي تصدى لركله الترجيح الاولى من اللاعب عبد العليم لاعب نادي الاتحاد. هنشوف هيتصرف ازاي مع محمود محمد لاعب الاتحاد. محمود وطارق، طارق حسن ومحمود، ادي محمود، ادي محمود، ويطيح بالكوره الى خارج الملعب، يطيح بالكوره الى خارج الملعب، وركله الترجيح الثانيه ضائعه من نادي الاتحاد، وتستمر النتيجه تقدم الاهلي 1-0. تستمر النتيجه تقدم الاهلي 1-0. ادي الراجل لعبها، عايز يلعبها كده في وسط المرمى عاليه، انما يطيح بالكوره خارج الملعب تماما وفوق العارضه بقى، وتطلع وتبقى يعني ركله ترجيح ضائعه. ادي اسلام عبد الله، اسلام عبد الله لاعب النادي الاهلي، اسلام عبد الله، وركله الترجيح الثالثه للنادي الاهلي. هل يسجل اسلام علشان تبقى النتيجه 2، ولا محمد صلاح حارس مرمى الاتحاد؟ هنشوف. اسلام عبد الله بالقدم اليسرى، اسلام، اسلام يا ولد يا اسلام، يا ولد يا اسلام، بيسجل اسلام الهدف الثاني للنادي الاهلي في مباراه اليوم. في حال بقى تحقيق الاهلي الانتصار، طبعا كل فريق كده حصل على نقطه، خلاص كل فريق عنده نقطه في مباراه اليوم، ولكن لو الاهلي حقق الانتصار هيضيف نقطه ثانيه في صراع بقى الصداره في احداث هذا اللقاء مشاهدينا الاعزاء. 2-0 للنادي الاهلي، وركله الترجيح الثالثه لنادي الاتحاد السكندري. ركله الترجيح الثالثه زغلول الدسوقي لاعب نادي الاتحاد. زغلول في مواجهه مع طارق حسن، زغلول الدسوقي اللاعب الفريق الاول لنادي الاتحاد، وركله الترجيح. زغلول
زغلول. وفي العارضه بقى يعني في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء بيضيع ركله الترجيح الثالثه، بتضيع من نادي الاتحاد السكندري في مباراه اليوم. ادي في العارضه، يعني القائم في الشوط الاول وفي الشوط الثاني تصدى اثناء سير المباراه للنادي الاهلي، والعارضه يعني بتتصدى وتقف امام لاعبي نادي الاتحاد في اثناء ركلات الترجيح. عبد الله مصطفى، لو سجل عبد الله خلاص، الاهلي ينتصر. هنشوف بقى عبد الله مصطفى وركله الترجيح الرابعه. عبد الله مصطفى وركله الترجيح الرابعه للنادي الاهلي. عبد الله ومحمد صلاح، وقويه من عبد الله، ولكن محمد صلاح يتصدى. تستمر الاثاره مشاهدينا الاعزاء، في مباراه اليوم. عبد الله مصطفى بيضيع، عبد الله مصطفى ومحمد صلاح حارس مرمى نادي الاتحاد يتصدى. شوف الراجل حط فيها القوه في اللقطه الماضيه على حساب الدقه، يعني هو سدد بقوه على حساب الدقه. وادي بقى ركله الترجيح لنادي الاتحاد السكندري في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. ركله الترجيح لنادي الاتحاد، احمد بهاء، ايضا لاعب الفريق الاول نادي الاتحاد. ادي احمد بهاء، لو ضيع خلاص. ويا ولد حطها حلوه الحقيقه على يمين حارس المرمى طارق حسن علشان يسجل لنادي الاتحاد السكندري ليستمر الاهلي بالتقدم 2-1. وركله الترجيح الخامسه للنادي الاهلي في هذه اللحظات. ادي بقى ابراهيم عبد الحكيم، لو سجل ابراهيم يحقق الاهلي الفوز بثلاث اهداف مقابل هدف، لو اضاع نستنى بقى ونشوف ركله الترجيح الخامسه لنادي الاتحاد. ابراهيم عبد الحكيم وركله الترجيح لنادي الاهلي امام نادي الاتحاد. ابراهيم عبد الحكيم ومواجهه مع حارس المرمى محمد صلاح. ابراهيم عبد الحكيم، ادي ابراهيم داخل، ابراهيم وحطها ابراهيم، وسجل ابراهيم، والاهلي يضيف نقطه ثانيه مشاهدينا الاعزاء بتحقيق الانتصار على نادي الاتحاد عبر ركلات الترجيح بعد نهايه المباراه في وقتها الاصلي بالتعادل السلبي بدون اهداف. مليون مبروك للنادي الاهلي والكابتن احمد عبد الظاهر، مواصله صداره جدول ترتيب دوري الجمهوريه مواليد 2003، الاهلي حامل لقب هذه المسابقه. مشاهدينا الاعزاء تقبلوا تحياتي تامر عبد السلام وفريق عمل قناة النادي الأهلي، وإلى أن نلتقي في مباريات أخرى قادمة لكم منا كل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الفاصل عودة من جديد للكابتن أسامة حسني وضيوفه الكبار الكابتن محمد حشيش ودكتور أحمد ثابت، إليهما الكلمة.